معي من دبي دكتورة نوال العباس، اختصاصية أمراض نسائية عقم وولادة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة نوال. لنبدأ بموضوع العقم والولادة اختصاص حضرتك، هذا العلاج لحل مشكلة انقطاع الطمث عند النساء، أو لا أعرف يعني هي تركيبة جسدية، لا أعرف لماذا إلى أي درجة يمكن أن نسميها اليوم مشكلة حتى مع سلبياتها، لن يكون له علاقة هذا العلاج بموضوع إنجاب، صحيح؟ فقط بموضوع الأعراض الجسدية السلبية التي تعانيها المرأة بعد انقطاع الطمث. هذا صحيح طبعا، لأنه أعراض انقطاع الدورة الشهرية أو سن اليأس ممكن في بأي علاج أو عقار هرموني ممكن يخفف لها حدة الأعراض الجانبية أو الأعراض اللي تصير عندها بعد سن اليأس، بس مو ممكن طبعا تعيد لها الدورة الشهرية بالوقت اللي هي تريده على طول، إنه تاخذ العقار الهرموني يكون عندها دورة شهرية، وقت ما تاخذه لمدة شهر وتقطع تجيها دورة شهرية، الأعراض تخف طبعا، لأنه العقار عادة بهرمون يخفف حدة الأعراض الجانبية لسن اليأس، بس تعيده نهائي وترجع القمث أو ترجع الدورة الشهرية إلى أبد غير مسمى، هذا مو غير ممكن. لأنه يعني العلاج هذا لن يكون عمليا أو ناجحا برأيك؟ لا طبعا، لأنه إنه مو ممكن تعيدين لأنه في سن اليأس عادة تنقطع الدورة الشهرية، لأنه المبيضين يخلص عدد البيوض اللي فيهم، من تخلص البيوض يعني معناته أنه توقفت الدورة الشهرية. حتى لو عندنا كدورة شهرية شوية تخفف لنا من الأعراض سن اليأس، بس ما ممكن تعيد لنا البيوض للمبيضين. إذا ما عندنا البيوض للمبيضين ما ممكن لا المرأة لا إنجاب، ولا ممكن تكون عندها دورة نهائية في حالة أنه تقطع الدواء، يعني طول عمرها لازم تاخذ هذا الدواء. طيب، يعني لا أعرف، الكثيرون اليوم يعدون هذا ببشرة سارة بسن أمل جديد، هذا العلاج الجديد، تتفاوت الآراء هنا طبعا دكتورة نوال، ولكن بموضوع العقار الذي تحدثت عنه، هو فعال 100%؟ لا طبعا، يعتمد على كم سنة انقطعت الدورة الشهرية، يعني كم عندها نقص في هرمون الاستروجين أو الهرمون الغذائي. يعني اذا القطاع فتره بسيطه يعني كم سنه ممكن تعيدي لها الدوره الشهريه شهريا، يعني تاخذين الدواء شهريا وتوقفيه حتى ترجع الدوره الشهريه، بس في حاله عدم استعماله ترجع نفس الشيء، ترجع يعني الدوره تنقطع مره ثانيه، يعني ما ممكن واحد ياخذ هرمون طول عمره، يعني لمده يعني احنا نعطيه عاده لمدة، يعني هو فعال لفترات معينه طبعا. طيب، واذا حتى في اكو حالات، يعني اذا انقطعت الدوره اللي نعتبرها لمده 10 سنوات ممكن تعيدي لها، بس تعيدي لها كميه قليله جدا من لهذه الفتره، يعني في يعني العقار لتعيد الدوره الشهريه، ام فقط لتفادي وتقليل الاعراض الجانبيه السلبيه بعد انقطاع الدوره الشهريه؟ مو شرط، يعني احنا ممكن نعيد لها الدوره الشهريه، ممكن تجي لها دوره طبيعيه كم يوم، وممكن تجي قطرات، وممكن تجي بس يعني فتشي بسيط. الاعراض الجانبيه حسب كميه الهرمون احنا اللي نعطيه، ممكن نخفف لها من الاعراض الجانبيه واعراض سن الياس، بس مو ممكن تلغيها نهائي. يعني انت الفتره اللي تستخدمها بس مجرد راحه نفسيه للمراه، انه نزلت عليها دوره شهريه، بس ما يعيد لها نسبة الهرمون بالجسم طبيعي بدون استخدامه هو للدواء. يعني واضح، توقفها ترجع الأعراض نفسها هي، ومو ممكن تستخدمين عقار لمدة 10 سنوات 20 سنة 30 سنة، فترة انه في ناس تنقطع عندهم 50 وهو المعدل 52 53 لسن اليأس، بس ممكن تنقطع 45 44 ممكن في سن اليأس. هو الأكثر نسبة الأكثر بالأربعينات صحيح؟ اللي هو النسبة الأكثر، لا 50 52 53 سنة. نعم، أنا أشكرك جزيلا، اعذريني انتهى وقتنا، بس شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من دبي دكتورة نوال عباس، اختصاصية أمراض نسائية عقم وولادة.